حسن الظن بالله تعالى عباده قلبيه جليله وهو اعتقاد ما يليق بالله تعالى من اسماء وصفات وافعال واعتقاد ما تقتضيه من اثار جليله كاعتقاد ان الله تعالى يرحم عباده المستحقين للرحمه ويعفو عنهم انهم تابوا وانابوا ويقبل منهم طاعاتهم وعباداتهم واعتقاد ان له تعالى الحكم الجليله فيما قضاه وقدره ومن ظن ان حسن الظن لا يكون معه عمل فهو مخطئ فلو ان رجلا كانت له ارض يؤمل ان يعود عليه من ثمرها ما ينفعه فاهملها ولم يبذرها ولم يحرفها وحسن ظنه بانه ياتيه من ثمرها ما ياتي غيره ممن حرث وبذر وسقى وتعاهد الارض لعده الناس من اسفه السفهاء، كذلك حسن الظن بالله تعالى لا يكون مع ترك الواجبات ولا مع فعل المعاصي، ومن ظن ذلك فقد وقع في الغرور، وأمن مكر الله. قال ابن القيم رحمه الله: وقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساعده وساق اليه فهو صحيح وان دعا الى البطاله والانهماك في المعاصي فهو غرور والاصل في المسلم ان يكون دائما حسن الظن بربه ويتعين عليه حسن الظن في موضعين الاول عند قيامه بالطاعات ففي الحديث القدسي يقول الله تعالى انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم وان تقرب الي بشبر تقربت اليه ذراعا وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا وان اتاني يمشي اتيته هرولا ومن تامل هذا الموضع حق التامل علم ان حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه واما الموطن الثاني الذي يتعين فيه على المسلم حسن الظن بربه فهو عند حلول المصائب وحضور الموت فعن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن